اش كنديروا؟ هذا هو الغسيل ديالنا حنا، وكنتمنوا من خير يكون لنا الماء في الروبيني باش ندوروا ان شاء الله الرحمن ونغسلوا مزيان. حنا بحالنا بحال الناس ندوشوا مزيان هادشي اللي بغيت. تواجدوا الان بمنطقه دار بوعزه ملحقه ولاد احمد واحد، كنتابعوا عمليه ديال الربط بالماء الشاروب وتطهير السائل اللي كتهم جميع المنازل المتواجدين بالدوار، دوار محجوب والذهوبه ودوار مكرط. هذه العمليه هذه كتندرج في اطار مشروع انماء المنضوي تحت اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. عدد المستفيدين في هذا المشروع على مستوى دوار محجوب الذهوبه 516، وعلى مستوى دوار مكرط 885. المشروع كيجي في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه من خلال شراكه مع الجامعه دار بوعزه اللي كيواكبونا كذلك في هذه العمليه من خلال قيام بعمليه الاحصاء لعدد المستفيدين. الدور ديالنا في هذا المشروع كيتجلى في اننا نقربوا الخدمات للمواطنين من خلال المقاربه التشاركيه مع جميع الفاعلين على مستوى جامعه دار بوعزه.